مشوار مشوار مشوار. اول شيء انتبه خار، ها، لان المشوار اللي رايح له يحتاج بخور. انظروا الى طلال البحيري كيف يتبخر بالسيارة ويعرض نفسه والناس في خطر. يبو عند بيتنا يبو. سبحان الله، ربك لا يحب العبد يحبب خلق الله فيه. الحمد لله والشكر. يعني شغلة كنت يعني صار لي فترة ناطرها وربك سهلها. يا الله لك الحمد والشكر. ما علينا، هو ما في شك ان لي وحشه اشتكتوا لي، ما في شك. وزير التربيه والتعليم احسمها يا اخي، خلصها ونس عيالنا يا الحبيب. يعني مو كافي كورونا وحكره بالبيت، نجحهم شخطها وخلصنا. حالتك حاله وتعليم اونلاين، الحربي احسمها يبو احسمها. وبعدين سبحان الله صجله قالوا الخيره فيما اختاره الله. ماكو آخر فيديو مو مسحور ربع من الانستغرام، قاموا الناس يدورون الفيديو دواره وصار عليه طق بالتليجرام وباليوتيوب. الحين كنا باليوتيوب وصل يمكن 108,000 إذا مو أكثر يعني. الحمد لله الحمد لله الرسالة وصلت. مو قلت لكم قصتي مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل قصة الأسد والحمار والكلب اللي قلت لكم إياها قبل؟ أعيد؟ لا ما عيد، لا أعيد، والله بخاطري أعيد. يوم من الأيام قام الأسد من النوم وهو يزأر ولقى نفسه مربط، يده مربوطة، يوله مربوطة. أخ من ربطني وأنا نايم؟ كان يجينا الحمار. يا هلا الله بالخير يا ملك الغابة، هلا الحمار، من ربطني؟ قال لي أنا أفكر باطك، لكن بشرط تعطيني نص الغابة. الأسد احتار، قال يا معود بطل ولك نص الغابة. الحمار استانس، كان يقوم ويفتش رباط الأسد. حلوين حلوين. كان يقول الأسد حق الحمار عزكم الله لك الغابة كلها مو نصها وأنا ماشي. الحمار استغرب قال تعال ليش؟ كان يقول الأسد حق الحمار لأن الغابة اللي يربط فيها كلب ويحل فيها حمار ما لي قاعدة فيها. وافهم طرشوله بهالقصة اللي قلتها. أنا الأسد، أي والله أنا الأسد، والغابة هي مواقع التواصل الاجتماعي. أما عاد عزكم الله الكلب والحمار كل واحد يشطح بخياله. اشطح بخيالك واللي طيح عليه خيالك هو صح. اشطح ها، بس اشطح عدل. والصراحة عندي كلمة ودي أوجهها لكم أنتوا يا الناس اللي تشوفوني، حتى كلمة متابعين ثقيلة بلساني. شنو متابعين؟ هالشي متابعين تبعوني؟ لا، انتوا عندي وايد ارقى من كذي، فاختاروا لكم اسم ما ادري ايش اسميكم. يا الربع يا الربع يا الربع بتويتر ولا انستغرام، اذا شفتوا تعليق من التعليقات على فيديوهاتي واحد قاعد يسبني ولا شغله ولا يسب اهلي، لا تردون عليه. يعني مثلا انا عشان ارد اقدر ارد، بس ترفع ترفع نكات وهميه واشكال اعوذ بالله. لا تردون، القافله تسير، القافلة يا تسير شغل عدل والكلاب تنبه حسكم الله. انت عبالك القافلة بتوقف؟ لا يبا لا شغالين. وصلنا المشوار الخطير ومولاي سهل علينا مولاي. الله ياهي رسائل على وزير التربية، الله يا الناس يبون يفتكون. وزير التربية خلصها تكفى، خلصها يرحم أمك خلصها. طالع بلقاء ما فهمنا منه شيء، احسمها يا أخي. اجتماع اجتماع بالمكتب بالشركة، وين البركة؟ وين في بركة هني؟ وينها 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 وين السل؟ لا هذا والله البركة. إيه الحين اجتماع ومطيحين غدا بالشركة، شنو ممكن يكون يعني؟ أوب أوب أوب، هنهم هنهم يا الربع هنهم. طيحين سمك. الربع انتم هناك انشب انشب اقعد. تسلم تسلم. شوفوا افتح الدريشه شنو القى. شوف 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 الله 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 الله. خمطه شي عسل اللي يبي فريش.
وهذا تين ناقع بزيت الزيتون. طبعا الكل الحين قاعد يتذكر الآية الكريمة والتين والزيتون. بسم الله. وخلصنا اجتماع وتوقيع أوراق مهمة. الحين بقول لكم قصة. أنا شفيني على القصص بس يلا استفيدوا، استفيد مني قبل لا أموت طيع هاللحية. وبالمناسبة مشكور يا أبو سعود على هالكاب وعلى هالهدية الحلوة، لا مطقم مع السيارة بعد. المهم أقول لكم القصة الحين. القصة عنوانها إرضاء الناس مو غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية مالك أمل تدركها. وبالمناسبة في ناس قاعد تقول لي يا طلال وين بو علقم؟ بو علقم موجود بسلامتك، وراح أحطه لكم بالقصة. اسمع، يرحم أمكم الشوارع، الشوارع يرحم أمكم. بقول القصة ما أقدر. أنا ببيع سيارتي وباخذ لي بقي بقي، يلا يشبك معها الشوارع. أنا طالب شغلة من يعقوب علي مولى المجوهرات ذهب، واللي وصل الطلب خذيت منه الكيس. كان يقول لي أنا وين شايفك؟ عدل؟ عدل. وين شايفني؟ شايفك بالإنستغرام. شغلي مضبوط؟ مضبوط. الله يوفقكم إن شاء الله. ومشكور، وهو يعني أحد أبناء صاحب الشركة وهم اللي يوصلون، فكفوا عليكم يعطيكم العافية. موفق إن شاء الله. سلم على الكل. يلا نقول القصة. يا حليلة مسكين عطاني الكيس كان يقول لي، قلت له إيه أنا الله يوفق إن شاء الله. المهم يوم الأيام ها جحا مع عزكم الله حمارة مع ولده رايحين السوق، فجحا قال حق ولده يبوك اركب الحمار وخل نروح السوق. مشوا بالسوق، ولد جحا راكب الحمار، مر عند بو علقم. ايش قال له بو علقم؟ اسمع، على هذا لا تربية ولا أخلاق، مخلي أبوه جحا يمشي وهو شباب راكب الحمار، والله شرها علي رباه. ها قام جحا قال حق ولده يبوك انزل وخلني أنا أركب بس علشان نسكت هذا اللي ذبحنا. نزل ولد جحا وقام جحا ركب الحمار وقاعدين يمشون. كان يمرون عند بو علقم مرة ثانية، ايش قال؟ شوفوا 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 راكبوا الحمار جحا ومخلي ولده المسكين يمشي، ما تحس فيه؟ استح على وجهك، ولد صغير تخليه يمشي؟ انت رجال بقوتك يا اخي. ويقولون ايش حق عيالنا اللي كبروا ويعقون فينا. ابتلش جحا قال حق ولده، تدري شلون يا يبوي؟ يبا خلني انا وياك نركب فوق الحمار ونسكت هالاثول هذا اللي ذبحنا. عبالك سلموا؟ ما سلموا، رد لهم بو علقم، حسبي الله عليهم، ما بقلبهم رحمه على هالحيوان المسكين، وهو مع ولده فوق هالحمار الضعيف. احنا بدارك مرحموا من في الارض، حسبي الله عليكم. يا جحا استخف قال حق ولده، تدري شلون يبوي؟ لا أنا ولا أنت نركب الحمار، كلنا ننزل ونمشي ونخلي الحمار فاضي، أريح لي وأريح لك. عبالك سلم؟ لا والله. طالع 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 طالع، ليش شاري حمار؟ يا ما بقول يا حمار جوح الرجال عود، ليش شارين حمار إذا مو راكبينه ولا مستغلينه؟ ليش؟ لا أنت مرتاح ولا ولدك مرتاح، مو مرتاح بينكم ولا الحمار؟ كفك. جوحة مسكين قام يمتشع شعره من القهر ومن كثر ما هو توهق في هالبشر. قال تدري شلون؟ أنا وياك نبي نشيل الحمار، أبى أشوف شنو تاليتها مع أبو علقام. خبل أنت خبل، خبل هذا شاري حمار عشان تشيله بدل لا هو يشيلك، معناته أنت مشتهي تصير حمار حجي، تبي جيت؟ زين ليش يا طلال قلت هالقصة هذه الحين؟ اسمع، شفت بو علقم؟ ترى موجود بحياتي وبحياتك وبحياتك وبكل دوانية وبكل بيت وبكل عائلة فيها بو علقم، اللي ما يعجب العجب لو شنو تسوي. زين شنو الحل مع بو علقم؟ الحل من البداية جحا المفروض ما يسمع كلام أحد ويسوي اللي يشوفه هو صح ومتاح له، أما كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. سلام الناس لبي
ولا يأخر كلام الناس ملامه وغيره مش أكثر. ولا بعض الناس يبون نائب في مجلس الأمة يمثلهم. يا عمي أنت جروب واتساب ما في أحد يمثلك، تبي مجلس الأمة استريح استريح. قاعدين مجابلين التلفزيون. ها 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 لا يا ولد ليش؟ تعال تعال يلا بينا. شوفوا الكاسكوس سوى بيدي. طالع 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 طالع. سؤال بس، نمر ولا كاسكو؟ طالع طالع طالع. المنقذ اير فراير وقعد نجت سوبر جر. وشنو في على الشولة؟ على الشولة تحط لك ذرة. قحصي قحصي قحصي. هذيل عاد حبايبي المينيونز. من المينيونز؟ مخلوقات غير معروفة وكلهم رجال، يعني كلهم ذكور. ليش؟ لأن اللي مخترعهم معتقد إن ما في أنثى غبية. شوفوا العنصرية، فخلاهم كلهم ذكور غبية وكله جايب العيد. بس أحبهم وهدفهم بالحياة إنهم يلقون لهم رئيس يأمرهم. معنى كلمة مينيونز أتباع، وكل ما يقول رئيس يذبحونه بغبائهم. شوف بيطقه بالحديدة بالعصاية، قالوا لا لا طقه بهذه دب طقه مالت الذبان راح فيها اتبعه. صار دراكولا رئيس عليهم، بيسوي لهم مفاجأة حق عيد ميلاده. افتحوا على الدريشة بعز الظهر ودراكولا بالظهر مو زين. في واحد دازلي لا تنسى علاء الدين البباي، اكيد مناسي. بس الفيلم ما ادري عجبني اكثر لانه ذكرني بالبباي. ولا البباي اكيد جبار، خصوصا الدبلجة المصرية. للاسف في اخر الايام اللغت من ديزني ما ادري ليش. طلع طلع جيني طلع رقبته. 10,000 سنة. هذا نفس المشهد بس على فيلم. شوفوا الدقة التصوير، شيء مو طبيعي. اللي ما شافه لازم يشوفه، شيء مرعب كنا صج. طبعا الجيني وهو ويل سميث. شوف التصوير، ها شوف الحركات. ما هذه الأغنية المعروفة اللي بالبوباي. التصوير ممتع ممتع. يمكن أنا شايفه ولا 16,000 مرة ولا مليت. سلام.